الرسول عليه الصلاة والسلام عندما توفي ولد إبراهيم رضي الله عنه وأرضاه، الفضل بن العباس وأسامة بن زيد نزلوا ليدفنوه، وإبراهيم توفي صغير سنتين ثلاثة يعني. فعندما خرجوا وقفلوا القبر كان في لبنتين طوب فيهم فرجة مو مستويين، فقال صلى الله عليه وسلم: شوفوا دوبوا ولده متوفي عليه الصلاة والسلام، قال: سووا هذه. فاستغرب الصحابة قالوا: أو تؤذي الميت يا رسول الله؟ يعني اعتقدوا لو الفرجة ما هي مضبوطة ممكن اللي في القبر يتأذى. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، ولكنها تقر عين الحي. الحي عينه تتأذى من مجرد لبنتين في بينهم فرج. وفي هذا الموضع قال صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أنا إذا أعطيت إيش اسمه اللي بيطلع ده في اللي بدي الأمنيات ويحققها على طول كذا، فانوس مش عارف مين علاء الدين ولا، وقيل لي اختار خصلة واحدة تتمنى أن تنتشر في العالم العربي، لاخترت خصلة الإحسان والإتقان، أن نحسن ونتقن أعمالنا. ما ينفع الإمام في المسجد يقول استووا وفي الصلاة نحرص أنه إحنا مستويين وما في حتى فرجة بين الأرجل، والسيارات برا المسجد حالتها حالة، والجزم الله يكرمكم برا المسجد حالتها حالة. 5 سنوات بتكلم في خواطر على موضوع الجزم، 5 سنوات يا إخوان. موضوع ما هو فيزياء ولا كيمياء، في أرفف وفي جزمة وفي باب، لا حط أدخل. واجهة الدين وواجهة الإسلام، إحنا ندعي أنه إحنا دين النظام والاحترام والنظاف بس، وهذا من الدين. الشخص اللي حينزل ويأخذ الجزمة ويحطها في الرف سيؤجر، الشخص اللي لما نوقف سيارته ويوقفها صح سيؤجر. الحسنات ما هي محصورة في المسجد، كل عمل يقوم به المسلم تهل عليه الحسنات. ومصيبتنا اليوم أنه نعتقد أن الحسنات فقط في الصلاة والصوم. يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول حتى، يعني سامحوني، حتى معاشرة الزوجة فيها حسنات. قدومك للعمل في الموعد الساعة 8 تؤجر عليه. إن لما رحنا اليابان لسه 3 دقائق بقيلة دقيقة، لما رحنا اليابان ورحت على مؤسسة عشان أشوف المواعيد عندهم وأخلاقيات العمل، فهم بيبدأوا 8:30، فطبعا جيت 8:15 الكل موجود، فبسأل واحد من الموظفين بقول له: يعني عمرك بتتأخر عن الدوام؟ دوامهم ساعة كم؟ 8:30. فقال لي: أحيانا أتأخر 15 دقائق. فاستغربت، مفروض اليابانيين. فقلت له: كيف يعني الساعة كم توصل يعني؟ قال لي: يعني أوصل 8:15. قلت له: أنت دوامك 8:30. قال لي: لا، الدوام الرسمي 8:30، بس أنا حاطط لنفسي دوام الساعة 8، فبتأخر ربع ساعة عن الدوام اللي أنا واضعه لنفسي. لا إله إلا الله. طبعا ما أدري إذا بعضكم شاف الباصات في اليابان كيف الدقة في المواعيد، لدرجة أن المواعيد بالدقيقة، يعني مواعيد الباص الساعة 3:07، 3:13، 3:17. موعد كان في الباص اللي احنا فيه الساعة 3 و... لا كانت الساعة 10، 10:37. جاء الباص الساعة 10:34.
قبلها بثلاثة دقائق. بعدين الساعة 10:37 دقيقة إلا 10 ثواني طلعت أناونسمنت هذا الباص سيتحرك بعد 10 ثواني. 10:37 مبادئ كيف نريد أن ننهض وهي ما هي موجودة عندنا؟ تكلم عن المواعيد والحرص على المواعيد يقول لك ما فرقت 10 دقائق ربع ساعة. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني حأعدي عليه بسرعة، إتقان العمل. وصلى الله عليه وسلم في المسجد لما شاف نخامة يعني الله يكرمكم بسقة على جدار، مع أنه يعني مجتمع في المدينة المنورة صحراوي وتراب ويعني ما هي قضية يعني بسقة، تغير وجهه صلى الله عليه وسلم، تغير وجهه. فجاءت امرأة وأخذت مسك وشالت النخامة ووضعت مسك على الجدار، فابتسم صلى الله عليه وسلم وقال ما أحسن هذا. بهذا نهضت الأمة في المدينة المنورة. الأمر الأخير الثاني والتي لن تنهض الدول بدونه أهداف. أنا أسأل الجالسين وأسأل نفسي، هل كل واحد عارف بالضبط ما هو هدفه؟ في ماليزيا تسأل سائق التاكسي تقول له تعرف 2020 2020، هيقول لك أيوه. هدفنا في ماليزيا بحلول عام 2020 نصبح من أكبر 10 دول في العالم اقتصاديا، يعلمها الرئيس ويعلمها سائق التاكسي. أتمنى وأدعو الله سبحانه وتعالى أنه في حياتي نروح نسأل أي رجل في أي مدينة عربية فين بلدك حتكون في 2020، ويقول يا ترى اليوم لو رحت سألت الشباب في المنامة ولا في جدة ولا في القاهرة ولا في الرباط فين بلادكم ذاهبة، أين ستكون في 2020، ما هو الهدف، سيجيبوا ولا لا؟ أهداف من مستوى الدولة نزولا إلى مستوى الفرد، أدعو الله سبحانه وتعالى أن نراها. وأختم بمقولة غربية جميلة، لأنه بعض الناس قالوا لي ظلمتنا قارنت باليابان وفين اليابان. لا، إيش فين وفين اليابان؟ يعني في مقولة تقول if you aim at the stars so if you miss you land on the moon. إذا أردت أن تضع هدف ضع هدفك عند النجوم، علشان لو ما أصبت الهدف تصل فين؟ تصل إلى القمر. وهذا علمنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لما ندعو ما نسأل الله الجنة، نسأل الله الفردوس الأعلى، أعلى مراتب الجنة. شوف الهمة. وصلى الله عليه وسلم وهو في المدينة قال للمسلمين ستفتح لكم إيش؟ فارس والروم، أقوى دولتين عظيمتين. في 10-15 سنة العالم العربي يمكن أن يكون في مصاف الدول الأولى ويصبح مثل اليابان وأحسن. أدعو الله سبحانه وتعالى أنه في حياتي وحياتكم، مش في حياة أولادنا وأحفادنا، نرى العالم العربي والإسلامي في مصاف الدول الأولى في كل المجالات، اقتصاديا وإعلاميا واجتماعيا، فالدين يغطي كل، ورياضيا. عقبال ما في دولة عربية تأخذ كأس العالم يا رب، كأس العالم مو عيب، كرة بس، والشباب بيقعدوا يقلدوا روماريو ويقلدوا رونالدو على طريقة مش عارف مين، خلي في نجم هنا عالمي يطلع العالم كله يقلده يعني إن شاء الله بإذن الله. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوم القيامة في الفردوس الأعلى اللي سنكون فيه كلنا بإذن الله إن شاء الله لنا جلسة خاصة كذا نفسنا كذا الموجودين، جلسة خاصة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، نعتذر له عن تقصيرنا في القرن 21 ونشكره أن هدانا صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير.